هذا شيء ربما هذا صح لاحظناه، اعتقد هذا شيء عفوي. يعني الناس، انا نقول لك نجم نقول لك المقابله ربما الفريق الوطني ما كانش يعني ننتظر باش يلعب بالطريقه هذيك، وهذه لاسباب تقنيه ربما يعرفها الناخب الوطني، لكن حتى في النهايه راحوا حتى هم الجمهور العنابي والجمهور تجاه عنابه عنده عشق في الفريق الوطني بغض النتيجه، وهذا هو الاساس تاع بعض الشباب اللي دخل، هذا من عفوي والتشوق اللي حب لمسناه من هذا الجمهور، لكن لا يعتبر انه اختراق تاع التنظيم ولا حاجه.